داك الشيء اللي خرج في الرباط اللي خرج من الرباط راه مازال ما وصلش الحوز. قال لي السي انس نوريك واحد التصويره واحد الشيخ يلا ليومانيت زعما جبدوه من تحت الانقاض. قال لي لقينا شاد هذا المصحف هذا ومعلم البلاصه فين وصل واذا جاء هذه الطامه الكبرى يلا سبحان الله عظيم وقعت الواقعه. هذوك الدواوير اللي غيبنيو بالمواد المحليه تقدر تكفيهم ديك 14 مليون، ولكن في الحواضر في لي سونتر الكبار راه ما غاديش تبنيها 14 مليون. هذه حاجه واضحه، يعني ناس في شكل، يعني الناس في شكل فيهم واحد الصبر وواحد القناعه وواحد هذا، يعني ما كيطلبوا والو، ما بغاو والو، بغاو غير يعيشوا عيشه كريمه. مهندس متطوع يعني في منطقة طامزميز فاش وقع الزلزال، و يعني من بعد اسبوعين يعني التحقت بالعمل ديالي هنا في الرباط، وحنا دابا يعني على بعد يعني شهر من وقوع الزلزال، يعني كنشوف بانه مازال بزاف ديال الاعمال، مازال بزاف ديال الحوايج اللي خصها الدار. يعني فعلا داروا انجازات كبيره تبارك الله. المغاربه قاموا يعني بواحد الملاحم اللي نقدروا نقولوا في هذيك المنطقه ديال الزلزال، ولكن يعني كيبان لنا بانه مازال بزاف ديال الحوايج خصها الدار. مازال الناس في العراء، دابا راه البرد داخل، الشتاء داخله، كاين مناطق تما اللي كتصب فيها الثلج، يعني كاين الخطر على الناس، كاينين الدواوير اللي ماتوا لهم البهيمات ديالهم، كاينين اللي باقيين لهم البهيمات، يعني الا طاحت عليهم الشتا غادي يمشيو، كاينين البلايص اللي غيطيح فيهم الثلج، الناس ما يمكنش يبقاو في الخيام، يعني راه الناس راه يقدروا يصبحوا في الصباح مردوم عليهم الثلج، يقدر اللي ما ماتش بالزلزال غيموت بالثلج، يعني ضروري خص يكون تدخل كيكونوا دوك لي باتيمون موديولير ولا بحال هكا، دوك المساكن اللي هي مؤقته، ولكن تقدر تحميهم من الثلوج. يعني هادشي كلشي غير مؤقتا بين ما يوصلوا المساعدات ديال الدوله ديال البناء، المساعدات ديال البناء، التدخل ديال الدوله في يعني في اعاده الايواء ديال الناس في الديور ديالهم الى اخره. يعني مازال كاين واحد العمل اللي غادي ياخذ شي شويه الوقت. دابا بعد شهر من الزلزال، يعني نقدر ناكد لك بانه اللي وصل دوك الناس، يعني من خلال التجربه ديالتي تما، يعني كانوا هذوك الخيام اللي جابت وزاره الداخليه للناس، واللي وصل اخر يعني فرق ديال التدخل، يعني من القوات المسلحه ومن الوقايه المدنيه، واللي وصل اخر هما ديك الصوره الجميله اللي بينوا المغاربه ديال دوك المساعدات اللي الغذائيه اللي تجمعوا وصيفطوا لدوك الناس. ما عدا هذا الشيء راه مازال ما يعني دوك الحسابات، دوك الصناديق اللي تجمعوا داك الشيء، راه الناس راه مازال ما وصلتهم شي حاجه من هذا الشيء. هذا دوك الصناديق ديال التضامن داك الشيء سميتو راه ما كاينش. يعني المساعدات الفرديه والمجتمع المدني وصلات، فرق التدخل وصلات، دابا اش خصي دار؟ خصي ديبلوكاو كاع دوك الصناديق ديال التضامن، يديبلوكاو للناس، حيت الناس دابا راه في محنه. دابا راه كاع دوك الموجات المساعدات راه حبسات، الناس دابا راه سالات لهم المونه دابا، يعني دابا مساكن الناس راه ولاو بوحدهم دابا، ثاني خصهم يشوفوا منين غياكلوا ومنين غيديروا، حيت الانشطه الاقتصاديه حبسات. عندي الناس كانوا كيفلحوا، الناس دابا كتلقى الدوار 50% مات، الاسر تخربقوا، اللي كان كيخدم على الاسره مات ولا واليتامى ولا، يعني اللي غيفلح ما كاينش، ولا واخا كاع دابا كاين اللي يفلح مساكن متاثرين نفسيا انه ما عندوش باش يعاود يحيا ويعاود يخرج يخدم الارض ديالو، هذا ما قادرش، مع انه الحمد لله العيون تزادوا وتفرقع الماء يعني وخرجوا تبارك الله خيرات ديال الله سبحانه وتعالى في الماء وهذا، ولكن الناس مازال كان عاوتاني اللي كيدير البهيمات، راه البهيمات ماتوا، يعني دابا طيلا كانوا شي مساعدات للناس انهم يجيبوا لهم بهيمات، المعاز، البقر، كاين دابا تصوري انه كاين واحد الشاب فقادر دار واحد المبادره انه شرا الحمير ودار الدواور، هذيك راه مبادره دابا راه محتاجينها دابا، الحمير والبغال دابا، حيت كاين شي دواور بعيده كتجيب غير بالحمير والبغال، ماتوا لهم البهيمات دابا ولاو مقطوعين. وكانوا مؤخرا كانوا شي دواور قالوا لي يا العار الا بغاو يجيبوا لنا مساعدات يجيبوا لنا غير العلف، يجيبوا لنا العلف للبهايم بلا كاع ما يجيبوا لنا الماكله، يجيبوا لنا العلف للبهايم بعدا، يعني حتى هي تكون مساعده مزيانه. فخصهم يديبلوكاو هذوك الصناديق ديال التضامن،
باش الناس يعني بشي طريقه الدوله يكون داكشي منظم ويوصل للمستفيدين. وهذا يعني التدخل الرسمي ديال الدوله انه التصاميم ديال البناء يخرجوا باش الناس يبداو يدفعوا طلبات ديال رخصه البناء باش اللي بغى يصلح يصلح اللي بغى يبني يبني ويتعطاوهم. يعني احنا مازال دابا التفاصيل ما خرجاتش لانه يعني ديك الوكالات على اطلس كبير يلا دارت ليها الاداره يلا غادي يشوفوا الموارد البشريه يلا غادي يشوفوا الصفقات اللي غادي غيلونسيو باش من شكل غادي يلونسيوهم الشكل ديال البنايات كيفاش غيكون المعمار كيفاش غيكون. هادشي راه خص الناس يسربيو به لانه دابا الشتاء داخل والناس في العراء خصهم يتستروا هاد الناس هادو في هاد الشتاء هادي راه كاين اللي غيموت بالثلج كما قلت لك. فا يعني في شهر زعما الحال الراهنه دابا بعد شهر هي هذه دابا اللي قلت لك يعني راه مازال العمل ومازال خص التطوع ومازال خص المساعدات ومازال خص بزاف د الحوايج. يعني دابا راه كاين اللي كيصحاب لي هذوك الناس مع دابا كاين اللي كيقرا في الصحف كيقول ليه هو راه عطاوهم 2500 درهم للشهر زعما راه صافي راه الناس راه قضاو الغرض. لا راه مازال راه كاين اللي وصلاتو كاين اللي ما وصلاتوش. يعني هادشي اللي وصل شي شويه اما 14 مليون و 8 مليون راه مازال ما كاين والو من داكشي. اما فيما يتعلق بالخيام شنو اللي كان يعني كانوا خيام اللي جابتهم الدوله يعني من خلال وزاره الداخليه والخيام اللي جاتهم بروتيكسيون سيفيل يعني الوقايه المدنيه. هادو كانوا اولى الخيام اللي وصلوا للناس. يعني كتلقى ثلاثه اربعه الخيمات في كل دوار. يعني داكشي في الاول كان بحال هكا يعني كتلقى يعني بزاف ديال الاسر كيتجمعوا في خيمه وحده. يعني اش كانوا كيديروا الناس تاع الدواور ديك الساعه كيسبقوا النساء والاطفال هما اللي كيدخلوهم للخيام كيتسترو والرجال كيباتوا اللي بات في الطوموبيل ديالو اللي بات اللي كيدرا الرجال كيباتوا في العراء تما. هذا كان ديك الساعه مازال الحال دافي شي شويه ولكن دابا مع البرد الامور غتكون شي شويه صعيبه. من بعد جاو المساعدات ديال الناس ديال المتطوعين ديال الجمعيات يعني اللي جابوا خيام اخرى للناس. ولا المهم داكشي يعني كان على حسب المناطق على حسب الدواوير. كاينين اللي وصلوهم مزيان كاين اللي ما وصلوهمش ولكن انا اظن وانا مازال على تواصل مع الناس ديال الدواوير يعني لحد الساعه ما نقدروش نقولوا اننا وصلنا اكتفاء في الخيمه لانه الاكتفاء شنو هو وان كل اسره بالخيمه ديالها راه مازال ما وصلناش ليها. مازالين بزاف الاسر كيتشاركوا في خيمه واحده ويعني يعني حنا كنقولوا الخيام ولكن قلت لك المناطق اللي يطيح فيهم الثلج راه ما خدامش لهم الخيام. فهمتي يعني خاص دوك كيتسموا دوك لي باتيمون موديولير وهذا اللي كتكون لا ستريكتور ديالهم صحيحه شويه اللي تقدر تسيبورتي زعما الثلج وهذا. هو حيت الناس كلشي كيتسنى تدخل ديال الدوله وكيتسنى المساعدات ديال الدوله يعني الناس شويه حبسوا. ديجا في الاول كان السلطه منعت على الناس انهم يرجعوا للمساكن ديالهم حتى تدوز الخبره حتى يدوز الاحصاء. داز الاحصاء الخبره واش داز ما نعرفش. كاين الحواضر اللي دازت فيهم الخبره كاين الدواوير اللي ما وصل لهم حد ويعني الاحصاء داز والناس الاحصاء كيحصيو المباني وكذا. دونك الناس ما كاين اللي باغي يصلح دارو كاين اللي جاب خبره غير منه زعما هو اللي جاب خبير خلصوا باش يجي يدير ليه الخبره ديال المنزل ديالو. كاين اللي الخبير كيقول ليه تقدر تسكن راه زعما البنيه ديال الدار ماشي مشكل. كاين اللي قال ليه لا الدار هذه ما بقاش صالحه للسكن خاصها تتريب وتبنى دار جديده. كاين الناس داروا هاد المبادرات هادو ولكن الاغلبيه كلشي كيتسنى الدعم ديال الدوله باش يبدا حيت اصلا ما يمكنش تجي وتبني لانه ملي كتجي تبني كتبني بالقانون كتبني برخصه بناء وهاد رخصة البناء مبنية على واحد التصميم على واحد البلون. هاد التصاميم هادو مازال خدامة فيهم الدولة باش يكونوا تصاميم اللي هي قانونية واللي هي غادي يكون تا التدخل ديالنا ديال المهندسين المدنيين. راه هما ديجا زعما كانوا في تواصل مع وزارة الإسكان باش كيقترحوا زعما مقترحات تقنية لكيفاش خصهم يكونوا هاد الشكل ديال المباني اللي خصهم يكونوا. دونك يعني العملية ديال إعادة الإعمار راه مازال ما بداتش. بالنسبه للدواوير نقدر نقول لك بان 14 مليون تقدر تكفيهم خصوصا هذوك البنايات اللي غادي يكونوا كيتبناو يعني بالمواد المحليه يعني بالتربه وهذا. حيت راه كاينين قوانين مغربيه اللي كتشجع على البناء يعني باللي ماتيريو ديال المنطقه يعني بالمواد ديال المنطقه وفي نفس الوقت كتكون بنايات يعني قانونيه ومضاده للزلازل.
هادوك الدواوير اللي غيبنيو بالمواد المحليه تقدر تكفيهم ديك 14 مليون، ولكن في الحواضر في لي سونتر الكبار يعني دار اير فليستروا اللي طحت راه ما غاديش تبنيها 14 مليون، ما هذه حاجه واضحه. يعني انا كنت مشيت يعني لمنطقه الزلزال ومنطقه عمزميز بالتحديد، يعني تقريبا نهار السبت يعني الغد ديال الزلزال، من بعد ما تواصلت مع شي اصدقاء ديالي تما يعني زعما وصلوا لي داك هول الفاجعه اللي وقعات، وانه مازال يعني مازال كاين نقص في التدخلات ديال السلطه وداك الشيء، ففهمنا بانه خصنا نتحركوا حنا كافراد وكمجتمع مدني يعني باش نعاونوا دوك الناس حتى هما باش يتجاوزوا هذيك المرحله ديال الخطر. وفعلا مشاو بزاف ديال الناس متطوعين لعي المكان، ويعني عشنا معاهم دوك الاحداث من الاول، يعني حنا راه وصلنا مازال الانقاض، مازال الناس كيجبدوهم تحت الانقاض، مازال الريحه ديال الموتى في الدواور، مازال كيحفروا القبور، مازال كيدفنوا، يعني كانت واحد الحاله صعيبه صراحه الله زعما. ودابا تما المشكل اللي كان هو انه كانوا مساحات شاسعه، يعني كنهضروا على سته ديال الاقاليم من اكبر الاقاليم في المغرب، يعني نقدروا الى قلنا غير اقليم تارودانت راه وقيلا هو اكبر اقليم في المغرب، اقليم تارودانت، اقليم ورزازه، اقليم الحوز، اقليم ازيلا، اقليم شيشاوا، في مساحات شاسعه، ويعني القدرات ديال التدخل السريع ديال الدوله في هاد المحن هادو راه محدوده، زعما ما يمكنش هما يغطيو هذوك المساحات كاملين، يعني بالوقايه المدنيه وبالقوات المسلحه وبالسلطه المحليه. يعني تصوري واحد العمل كبير يعني ديال السلطه، لانه خص اي واحد اي شاهد باذن الله جبدوه خص يعرفوا شكون هو ويكون واحد الشاهد عادل اللي يثبتوا الهويه ديالو عاد يدفنوه. فتصوري انه كل دوار خص يكون حاضره السلطه، وهذا والدوار كاملين بزاف، يعني كان زعما واحد الحاله صعيبه شي شويه، يعني كلشي تغلب زعما في هذيك المحنه. وكانوا اسباب اخرى اللي زادت صعبات الامور، يعني من بينها يعني حاله الطرقات والحاله ديال لي بيس، داكشي كان على قد الحال، يعني لي بيس اللي كيطلعوا للجبال في الدواور وهذا، يعني ماشي قدروني غير بيس ديال التراب، ويعني كانوا مسالك شويه ضيقه ومهترئه، زاد صعبات يعني صعبات المأمورية على القوات اللي غتدخل، القوات ديال الاسعاف. يعني كانت حالة الطرقات، عاوتاني كان انقطاع ديال التيار الكهربائي على بزاف ديال المناطق، يعني هادي ما عندنا ما نديرو فيها، هذا داكشي ديال الله سبحانه وتعالى خلى انه كاينين دوك الاعمده ديال الكهرباء اللي طاحوا بالزلزال وهذا، يعني حتى انقطاع الكهرباء حتى هو كان خلق مشكل، انقطاع ديال الماء الصالح للشرب حتى هو خلق مشكل. يعني ما غنقدروش نلومو شي جهه على السرعه ديال التدخل ديالها، لانه داكشي كان ديك الفاجعه كانت يعني امبريفي ما غير متوقعه، وداكشي كان كبير بزاف، دونك كانوا بزاف ديال المعيقات يعني اللي خلاو انه التدخل ما كانش يعني بشكل احترافي وبشكل سريع. كنظن بانه يعني المبالغ الماليه اللي ترصدات لهذا المشروع الكبير، فهي زعما الى ترصدوا ليها الامكانيات البشريه واللوجستيكيه والتقنيه والماديه ديال الدوله، فراه زعما راه نقدروا يعني بحال دابا دار في الدوار، يعني راه تقدر تبنى في 6 شهور تبنى دار يعني للسيد ويعاود يرجع يسكن فيها، فهمتي؟ يعني ما هاد الاعراض عمر ما غاديش تاخذ وقت كبير الى هاد الاموال المرصوده وصلت فعلا للمستفيدين، يعني ما كانوش شي ناس اللي غيدخلوا يعني في الطريق باش يحولوا انه داكشي ما يوصلش. يعني الا وصلوا دوك المبالغ، حيت دابا كنهضروا تقريبا على 120 مليار ديال الدرهم اللي رصدتها الدوله لهذا المشروع تاع اعاده الاعمار. يعني راه تاسست واحد الوكاله اللي غتكلف بهذه اعاده الاعمار، وكاله ديال الدوله سموها وكاله الاطلس الكبير، يعني اللي هي اللي غتسير هذه 120 مليار في هذا مشروع اعاده الاعمار. مشروع اعاده الاعمار فيه بناء المساكن، فيه البنيه التحتيه، فيه تشجيع الانشطه الاقتصاديه والاجتماعيه ديال الناس باش يعاودوا يخدموا، باش يعاودوا يتحركوا، الانشطه السياحيه الى اخره. يعني 120 مليار يعني تفرق على بزاف ديال سميتو، يعني الا كانت اراده ديال المسؤولين
وتجمعت النوايا الصادقه ديال الجميع، فزعما هذا المشروع ان شاء الله راه ما غياخذش بزاف ديال الوقت. غير هو البيزيرجون هو المساكين، بعدا الناس يبنيو بعدا المساكن ديالهم، يرجعوا يحيدوا من هذا العراء ويحيدوا من الزنقه، بعدا يسبقوا بالمساكين، وداك الشيء الاخر هو غادي يجي مع الوقت. فيما يخص البناء، يعني دوك المناطق يعني عندهم واحد المعمار ديالهم خاص بهم، واحد الشكل هندسيه خاصه بهم، يعني لا من ناحيه المواد اللي كيبنيو بها، يعني في الضواور يعني راه كيبنيو بالتراب، كيبنيو بالتراب، كيبنيو كيسميوه هما اللوح، يعني بالتراب ولا بالحجار. يعني حنا راه عندنا قوانين مغربيه اللي كتنظم هاد الشكل ديال البناء باش انه يكون كيحترم المواصفات. التراب بالحجار يعني حتى الشكل كيعرف الشكل ديال الديور ديال القرى، ما غاديش القريه هذا ما غاديش دير فيها عماره ديال البارتمات ديال الشقق، ما مولفين شو هذاك الشيء، ما مولفين المساحات، مولفين عطيت الدار كتكون فيها داك المراح، كيكون فيها العائله كلها مجموعه الى اخره. فكاين بزاف ديال وما عطيناس محافظين دوك الناس، انت لا كاين قوانين مغربيه داروها مهندسين مغاربه، تقدر تبني بالتراب وتبني بالحجر ويكون كيحترم المعايير ويكون مقاوم للزلازل. كانوا قصص غريبه، يعني ما مشاهد اللي يعني ما نقدرش ننساها، يعني كان مشاهد كثيره زعما كان ضمنها هذاك السيد ديال الوقايه المدنيه هو اللي كان جالس حدايا، كنا تما كان في ديك العشيه كنرتاحوا هذا، وقال لي السي انس نوريك واحد التصويره، واحد الشيخ يلا اليوم نيت زعما جبدوه من تحت الانقاض، واحد نحتسبوا شهيد عند الله سبحانه وتعالى. قال لي لقينا شاد هذا المصحف هذا ومعلم البلاصه فين وصل، قيل يلا يكون يلا بداو الارتدادات ولا شي حاجه وعلم فين وصل، وكانت البدايه ديال الايه ديال الله سبحانه وتعالى واذا جاءت الطامه الكبرى، يلا سبحان الله العظيم وقعت الواقعه. فهذه من المشاهد. كاين حوايج اخرين، يعني كيفاش الناس كيحللوا، كيفاش لقينا الناس كيحللوا اش وقع، وهذا يعني هذا الشيء كنهضر لك على نهار السبت، نهار الحد اللي بعد الزلزال، يعني الناس تمايا بين الضواور كيبداو يحللوا اجتماعيا اش وقع، اش كنسولوهم زعما اش من الضواور اللي فيها الموت بزاف شنو هذا، كيقول لك شوف، قايل لك الضواور اللي فيهم الموتى بزاف هما الضواور اللي كينعسوا بكري، اللي مازالين كينعسوا بكري، اللي كينعسوا بكري مساكن راه وقع عليهم سميت، حيت اللي كان فاق راه هرب، كاين اللي تشد كاين اللي هرب، المهم ولكن الدواور اللي مازال ما دخلاتهمش هاد الحداثه وهاد الانترنت وهاد سميتو هما اللي مساكن، يعني مشاو عند الله سبحانه وتعالى. وكان يعني تفسيرات، كتلقى تفسيرات اجتماعيه بزاف، كاين واحد الدوار اللي انهم كانوا معروضين للدوار اخر لواحد العرس، وداك الدوار بعيد شي شويه، يعني بعيد شويه على المنطقه ديال الخطر، هما كون بقاو في دوارهم اللي جا قريب للمركز هذاك الدوار مشى. وكاين واحد الدوار اللي سميتو ايمين تالا، هي اكبر فاجعه اللي وقعات هو انهم هما كان الدوار تحت من واحد جبل واقف عليهم هكا، واحد الحجره هكا جبل، هذاك الجبل هبط على الدوار، هبط مسح الدوار، هذاك هو اللي كانوا فيه دوك التدخلات ديال الفرق الاجنبيه، وهذا اللي تعطلوا فيه بزاف، يعني تقريبا راه شي 10 ايام وهما مازالين كيجبدوا في الناس، وهذا هذاك يمين تالا كان اكبر الفواجع في ديك المنطقه. ما نجا شكون اللي نجا فيه شي واحد اللي كانت النوبه ديالته ديال السقا ديال الجنانات، بالليل كان كيسقي جناناته، كان بعيد على دارو، وشي شباب كيقول لك انا راه خرجت نشري كارو، انا راه خرجت نشري روشارج، هادو مساكن اللي تعتقوا، اما اللي كانوا في ديورهم مشى هبط عليهم الجبل، ما يعني مساكن مشاو. هو اللي هو يقيني ان السرعه ديال التنفيذ ديال التوجيهات كانت ضعيفه، يعني هادشي اللي هو ملموس، يعني باش كنقول لك انا انه بعد شهر دابا من الزلزال ومازال حتى ديك 2500 درهم الاولى، يلا هاد الايامات كتفرق، حنا كنهضروا دابا حنا في 11 اكتوبر، مازال يلا هذيك 2500 درهم الاولى كاين اللي وصلاتو كاين اللي ما وصلاتوش، راه دابا في الجبال راه الناس كيغوتوا،
دابا كاين مضاربين مع المقدمين، علاش انا وصلتني علاش انا ما وصلتنيش، حيت المعايير ديال هذوك اللي غيستافدوا من ديك 2500 درهم. يعني ما انا صراحه ما شفتش شي تفصيل كيفصل يقول لك واش ساكن خصو يكون ساكن ولا ما ساكنش، ولا اي واحد عنده دارو تما رابط راه يستافد. التفاصيل انا ما بانش ليا شي نص يعني كيفصل في هذا الشيء هذا. وهذا الشيء اللي النتيجه ديالو ان دابا حاليا في نفس الدوار كاين اللي وصلاته وكاين اللي ما وصلاتوش، ما عرفتش كيفاش كيسولوا السلطه، كل يعني كيعطيهم شي تفسيرات مختلفه، ما يعني ماشي تفسيرات اللي تتوش في الغليل. يعني علاش انا استفدت وعلاش جاري ما، علاش انا ما استفدتش وجاري استفد. كاين تاع الطور يعني ما باش نقول لك، ما يعني داك الشيء اللي خرج في الرباط اللي خرج من الرباط راه مازال ما وصلش الحوز، فهمتيني؟ هذا الشيء اللي كاين دابا. بان لي الله سبحانه وتعالى يعني حرك الارض من تحت دوك الناس باش المسؤولين يتفكروا بانه راه كاينين شي ناس مغاربه ساكنين في الجبال وساكنين في الفيافي وساكنين في شي بلايص، وناس سبحان الله العظيم فيهم واحد الايمان وواحد الصبر وواحد القناعه. يعني راه حنا كنا هذاك الدوار اللي نزل عليهم الجبل، يعني اللي تعتقوا فيهم غير شي ناس قلال، وهذا كنا مشينا لذاك الدوار واحد الشيخ مشينا عنده جالسين في الجنانه تمايا، هذا قلنا له واحد السيد مشى معايا يعني ولد المنطقه وكيهضر معاه بالشلحه، وقال لي زعما قال لي شنو خصكم؟ قال لي ما خصنا والو الحمد لله، مع انه ما عندهم والو. وتصوري انه ما بغاش يخلينا نمشيو، قال لك حتى تاخذوا التفاح، حيت الجنانه ديك الساعه شجر التفاح، قال لنا ما تمشيوش حتى تاخذوا حقكم ديال التفاح. يعني ناس في شكل، يعني الناس في شكل فيهم واحد الصبر وواحد القناعه وواحد هذا، يعني ما كيطلبوا والو، ما بغاو والو، بغاو غير يعيشوا عيشه كريمه وهذا، لانهم مواطنين مغاربه، ويعني ما حتى حد ما يقدر يناقش في الوطنيه ديالهم في الحب ديالهم للوطن والمالك وكل شيء. يعني ناس مواطنين مغاربه ما كيطلبوش، ما كيديروش الهراج، ما كيديروش الصحافه، ما كيهضروش في الصحافه ما والو، يعني قانعين. وهذا اللي جبتيها لهم راه كيديروك فوق راسهم، ما جبتي لهم والو، كيقضيو باللي عطى الله. وهذا يعني هاد الناس خص الالتفاته ديال الدوله لهم، لا تسناهمش تيطلبوا لك حتى يديروا مظاهرات ويقول لك عطينا وخاصنا. الدوله راه عارفه اش خاص تمايا، راه كلشي راه عارفه. المناطق الجبليه اش خاصها راه باين، زعما ما يحتاجش تيكون الزلزال عاد حنا نمشيو عاد نشوفوا واش وقع، عاد نشوفوا هذوك الناس اش خاصهم. فهذا ما كان